الحمد لله الملك العظيم العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الملك والحكم والتدبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بين لأمته ما فيه خيرها وسعادتها، وحذرها من سوء العاقبة والمصير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله، إنها كلمة جامعة، إنها الكلمة التي أوصى بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وحده، لا تقيموها لقريب من أجل قرابته، ولا صديق من أجل صداقته، ولا غني من أجل غناه، ولا فقير من أجل فقره. لا تقيموها على بعيد من أجل بعده، ولا على عدو من أجل عداوته. أقيموا الشهادة لله وحده، أقيموها كما أمركم الله بذلك، فإنه الحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيتكم. أقيموها كما قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم، وخطرها جسيم في تحملها وأدائها، فلا يحل كتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. ولا يحل لأحد أن يشهد إلا أن يكون عالما بما يشهد به علما يقينيا، وأنه مطابق للواقع تماما. فلا يحل أن يشهد بما لا يعلم، ولا بما يعلم أن الأمر خلافه، بل لا يحل أن يشهد بما ولا بما يغلب على ظنه، حتى يعلمه علما يقينيا كما يعلم الشمس في ضوء النهار، فعلى مثلها فليشهد أو ليسوق. أيها المسلمون، إن من الناس اليوم من يتهاون بالشهادة، فيشهد بالظن المجرد، أو يشهد بما لا يعلم، أو يشهد بما يعلم أن الواقع بخلافه، يتجرأ على هذا الأمر المنكر العظيم مراعاة لقريب، أو توددا لصديق، أو محاباة لغني، أو عطفا على فقير، أو من أجل مال يغشى به، يقول إنه يريد الإصلاح بذلك، زين له سوء عمله فرآه حسنا، كما زين لغيره من أهل الشر والفساد
سوء عمله فراه حسنا. فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله فيهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عباد الأصنام الذين يركعون للأصنام ويسجدون زين في قلوبهم عبادتها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي في الواقع لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أيها الناس، إن كل مفسد ومنه شاهد الزور ربما يدعي أنه مصلح، أو ربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح، أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه. ولكن الصلاح، كل الصلاح، باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه. أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص بما لا يعلم أنه يستحقه، بل بما يعلم أنه لا يستحقه، يدعي أنه عاطف عليه ورائم له بذلك. والحق أن هذا الشاهد بالزور لم يرحم المشهود له، ولم يرحم نفسه، بل أفسدها إثما بما شهد به، وأفسد المشهود له إثما فأدخل عليه ما لا يستحقه، وظلم المشهود عليه إن كان فاستخرج منه ما لا يجب عليه. إن من الناس من يشهد للموظف المهمل، إن من الناس من يشهد للموظف المهمل لوظيفته بمبررات لإهماله لا حقيقة لها، فيشهد له بالمرض وهو غير مريض، أو يشهد له بشغل قاهر وهو غير مسؤول. ومن الناس من الأطباء أو غيرهم من يشهد بأنه مريض ويعطيه شهادة رسمية بذلك وهو كاذب في هذه الشهادة. ومن الناس من يشهد لشخص بأنه فقير من أجل أن يأخذ من الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير، فيكون بذلك ظالما لنفسه لشهادته بالزور، وظالما لمن شهد له لأنه أعطي بسبب شهادته ما لا يستحق، فصار يأخذه حراما وسحتا، وهو ظالم كذلك للدولة، وظالم لمن يستحقون من الضمان بحق فيزاحمه في حقهم. وإن من الناس من يشهد لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وهو لم يقم بها ولم يباشرها، يزعم بذلك أنه يريد الإصلاح بنفع المشهود له. وما أبطل هذا الزعم إنه إفساد للمجتمع وفساد للشاهد والمشهود له. ولو ذهبنا نستقصي الأمثلة في ذلك لوجدنا شيئا كثيرا، ولكن المحزن، كل المحزن الذي قد لا يسعني أن أقوله لولا الضرورة إليه، أنه يوجد في المحاكم الشرعية قوم يشهدون بما لا يشهدون، ويقولون إذا أقبل من يريد المحكمة هل تريد أن أشهد لك؟ هكذا حدث، ولا أدري، فأرجو أن يكون هذا كذبا، ولكني أحذر هؤلاء اللصوص الذين يجلسون أو الذين يقولون في المحاكم الشرعية التي يقصد بها إبطال الباطل وإثبات الحق، أحذر هؤلاء من هذا العمل المسيء المخفي، أحذرهم من الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإنه سيسألهم عما شهدوا به،
فليعدوا جوابا صحيحا لذلك. ولا يجوز لهم ابدا ان يشهدوا لاي شخص الا وهم يعلمون بما شهدوا به، يعلمونه علم اليقين كما يرون الشمس في رابعة النهار. وليس هذا خاصا بهم، بل هو في عموم الناس، لكن هم اولى الناس بالمحافظة على الشهادة وبالبعد عن شهادة الزور. لقد قال الله تعالى بعد ان امر بإقامة الشهادة بالقسط: ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تشهد لغني من اجل غناه ولا لفقر من اجل فقره، فان الله اولى بهما، بل اقم الشهاده لله وحده. ايها المسلمون، ان شهاده الانسان بما لا يعلمه علما يقينيا مثل الشمس، او بما يعلم ان الواقع خلافه، سواء شهد للشخص او عليه، انه من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من أكبر الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم: قال ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قالوا: لا يسكت، أو قالوا: ليسه سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبين بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور والتحذير منها. فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله، عظمه بفعله، حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظم التحذير منها بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة: لا يسكت، أو تمنوا أن يسكت. وعظمه أيضا حين فسر القول عنها بأداة التنبيه ألا، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أيها المسلمون، أيها الأخوة، أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها الراجون لرحمة الله، أيها الخائفون من عذاب الله، أيها المؤمنون بيوم الحساب، يوم تقفون بين يدي الله عز وجل، لا مال ولا بنون، تنظرون أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أشأم منكم عن شمالكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم. إنكم ستسألون عما شهدتم به، وعمن شهدتم عليه أو شهدتم به، فاتقوا واحذروا. أيها المؤمنون، تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، القائم بأمر الله، الناصح لعباد الله. تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها. وتصوروه وكأنه أمامكم متكئا ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور. وتصوروه يكرر ويؤكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. لو تصورتم ذلك لعرفتم حقيقة شهادة الزور وفتاحتها.
لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والعقوق وهو متكئ لم يجلس، لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس لأنه مخالف للفطرة، لكنه جلس حينما تحدث عن شهادة الزور لأن الداعي إليها قوي وكثير، فالقرابة والصداقة والغنى والفقر وحب المال كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور. لكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من شهادة الزور هذا التحذير البليغ، لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي. أيها المسلمون، إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان وأكل للمال بالباطل، فالمشهود له يأكل ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما لا حق له فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية، وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير، لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفر من المعصية وتهابها، فإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. أيها المسلمون، إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والأمانة وإرداف للأحكام وتشويش على المسؤولين والحكام، فهي فساد الدين والدنيا والآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. أعيد الحديث مرة ثانية: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. استمعها يا شاهد الزور واحذر من النار، من النار التي حرها أشد من حر الدنيا كلها مجتمعا، أشد منه 69 ضعفا. فالحذر أيها المسلمون من شهادة الزور، وإن زينها الشيطان في قلوبكم ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة، فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. اللهم وفقنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لإقامة الحق والعدل والبيان، وجنبنا الباطل والجور والبهتان. اللهم احمنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا. اللهم اجعلنا ممن علم الحق واتبعه، ولا تجعلنا ممن علمه وخالفه. اللهم هيئ لنا استقامة في ديننا واستقامة في معاملاتنا وإصلاحا لمجتمعنا. اللهم ارزقنا الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، إنك جواد كريم غفور رحيم. اللهم تقبل منا في هذه الساعة المباركة التي نرجو بها إجابة دعائنا من فضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وحجة الله على العباد أجمعين. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. خلق الآدميين وفضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وخلق الأزمان وفضل بعضها على بعض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه 4 الأشهر الحرم التي خص الله التي خصها الله بالذكر من بين سائر الشهور هي شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، 3 أشهر متوالية وشهر منفرد ألا وهو شهر رجب الذي نحن فيه الآن. فهذا الشهر هو أحد الأشهر 4 الحرم التي خصها الله بالذكر، فأكثروا فيه من اجتناب المعصية واحرصوا على الابتعاد منها. واعلموا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في فضل صلاة معينة فيه أو في فضل صيامه، وإنما هو كغيره من الشهور 4 الحرم. فمن خص ليلة أول جمعة منه بصلاة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، ومن خصه بصيام أو بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال في دين الله ما ليس منه. وإن مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحد رواته قال عنه البخاري إنه منكر الحديث. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولا أن يحدث به بناء على أنه حديث، ولكن من ذكره ليبين ضعفه فإنه مأجور على ذلك، لأن الأحاديث الضعيفة ولا سيما المشهورة بين الناس إذا بين الإنسان ضعفها فإنه يكون مأجورا عند الله، حيث نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسب إليه وليس بصحيح عنه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن من أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة كاملة فإنه يتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك فإنه يتمها ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا جئت يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فصلها ظهرا، وإذا أتيت وأدركت مع الإمام الركوع من الركعة الثانية فصلها جمعة، لأنك أدركت ركعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم. اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم. اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاه امور المسلمين بطانه صالحه تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنفرهم عنه يا رب العالمين. اللهم برحمتك ابعد عن ولاتنا كل بطانه سوء يا رب العالمين. اللهم برحمتك ابعد عن ولاتنا كل بطانه سوء يا رب العالمين. اللهم برحمتك ابعد عن ولاتنا كل بطانه سوء يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانه ولاتنا غير مستقيم على دينك ولا ناصح لهم ولا مصلح فابعده عنهم يا رب العالمين. اللهم ازرع في قلوبهم بغضة. اللهم احلف عليهم من هو خير منه انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.